على وقع المواجهات الدائرة في مطار ومداخل مدينة الحديدة، عقد مجلس الأمن الدولي جلسته المغلقة بشأن اليمن، والخاصة بمناقشة ما أسماه المجلس بالتهديد الإنساني الماثل في الحديدة. المجلس جدد دعوته على ضرورة الإبقاء على مينائي الحديدة والصليف مفتوحين أمام المساعدات الإنسانية. ووفق تصريحات صحفية لنائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بولياناكي، فإن أعضاء المجلس طالبوا الأطراف المتصارعة باحترام القانون الدولي والإنساني والعمل على ضمان تشغيل الميناء بشكل آمن. المبعوث الأممي مارتن جريفيث قدم إحاطته عن جهوده الدبلوماسية بشأن الحديدة عبر الفيديو من صنعاء، ولم تتضح بعد ما هي نتائج جلسات التشاور في مجلس الأمن سوى التأكيد على أن مباحثات المبعوث الأممي ستستمر بطلب من أعضاء مجلس الأمن حتى التوصل إلى عملية سياسية. مصادر إعلامية نقلت عن دبلوماسيين أمميين في مجلس الأمن أن المبعوث الأممي أفاد للمجلس عن التقائه بزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي في ظل توقعات عن لقاءات قريبة مع قيادات التحالف والشرعية. لم يفصح مجلس الأمن عن تفاصيل العملية السياسية التي قال المبعوث الأممي إنه سيستأنفها الشهر القادم، لكن مندوبة بريطانيا في المجلس أكدت أن مجلس الأمن مستمر في البحث عن حلول آمنة لميناء الحديدة تؤدي لبقائه مفتوحاً للأغراض الإنسانية والتجارية، وتضمن في الوقت ذاته منع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي.